نعم خمس نجوم نورهم يسطع لا والبنات البنات اروع وانا قمرهم امشي بمرهم وشحيره جديدة ايه ايه انت ايه يلا خدنا انا زويني وماشي اني انا بعشر رجال وسيدة اعمال ووضعي عالي العال واملك الفيلا انا بمنوش شويه شويه صح كلامك قاعدين يمشونا على كيفهم خلود متصلة ما أدري شنو دوزينها خلو تشوف حوارها شو بتقول يا حين سمعي هلا خلود شلونك شنو صحت متى خلاص حبيبتي أوكي يلا باي صاير بعد تخيلي باكر امتحان لا والله والدكاترة على كيفهم لا حبيبتي لا الدكاترة حالهم من حالنا هم يمثلون واحنا نمثل انا علمت فيهم دواهم عندي بس حبيبتي الجمهور حبنا ويبينا بجزء ثاني حبيبتي حبنا ويبينا بالجزء الثاني على عيننا وعلى راسنا ما قلنا شيء بس ها على كيفنا طريقتنا باسلوبنا وعلى شروطنا بعد تبين تتكلمين على كيفش لا حبيبتي ما دام وراك هالمخرج اي كلمة غلط بتقوليني بقول لك ستوب اجين ما فينا شدة حبيبتي ما علي ما علي حبيبتي ما في شيء مستحيل عندي خلي السالفة علي وانا علمك ان شاء الله دكتور حاضر دكتور طلواتك اوامر مع السلامة استغفر الله يا ربي اوامر 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 تلوعت خلاص انا اول ما قريت النص عجبتني شخصية امل ما ادري صار فيني فجأة وبعدين ليش حط الشخصية ممرضة ليش مو حاطة دكتورة مثلا اوف انتي ليش تقبلين من الاول ما عجبتنك الشخصية هذه ها تحملي يا رفيعة وبعدين خالي حمدان انت حسب النص المفروض موجود في السيارة تنتظرني ايش دخلت رجاء انت ترى ما ابغى مفاجآت انا الحين معناته تتمردون على النص والكاتب انا بعد ابغى اتمرد عليه انا المره اللي عجبتني شخصيه حمدان حمدان بصراحه ما منصوف مظلوم ليش سوينا
غنية وحمدان فقير. أنا طول النهار قاعد أحق في الشارع عامل تاكسي تاكسي شالكم ورايح في البان. لا لا بصراحة أنا ما يصير، ما راضي عنكم. لازم أكون غني مثل زويلة. ريح وياه ارتاح. حمدان مسكين فقير رايح جاي وتعبان على التاكسي. صح 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 كلامك، صح كلامك فعلا صحيح. وعلى فكرة إذا استمر الحال على ما هو عليه أنا ما بصور الجزء الثاني لو كان في جزء ثاني، صراحة بعترض. لا لا بصراحة أنا بصور صراحة جزء ثاني ثالث. أقول خالي حمدان خلاص خلينا نروح نتجهز حق المشهد الجاي. تفضل تفضل. أنا برجع على التاكسي وأنت روحي لغرفة المرضى. كيفك يلا عن إذنك. لا لا رباعي رباعي. وبعدين وياهم إحنا سوينا كل اللي علينا ومثلنا المشاهد بأحلى ما يمكن وبشهادة الكل، ليش يصعبون الأمور علينا كذي؟ حبيبتي أنا ما سكت، رحت قلت لهم غيرون أساليبهم ويانا وغيرون النمط اللي هما فيه، ترى لو وعوا تشبدنا. بس تصدقين ما حد رد علي. ما فشلوا؟ اي قوموا يضحكوا بعبهم اصلا اللي نحن قبلانين انه نشتغل معهم. حبيبتي الاحداث نحن اللي منطورة بمعرفتنا مو هنين. إيه لا ما حزرتي حبيبتي، هن بيحكوا العكس تماما. حبيبتي قاعدين يقولون لولا اقلامنا لا في انتو ولا احداثكم. فشلوا بنص عينهم. لا حبيبتي نحن موجودين ومن قبل حتى ما يفكروا بمسلسلهم، مو على كيفهم هذا الحكي. بنات نحن بممثلات مشهورات ومعروفين على مستوى الوطن العربي، واذا ما بيعرفونا يروحوا يتفضلوا ويسالوا نحن مين. طبعا حبيبتي عارفين احنا مين، ولو ما عارفين شان حبيبتي ما يبون نمثل شخصياتهم. المهم انتوا ثبتوا على رايكم وخلونا على موقف واحد. حبيبتي احنا بنساوي اللي علينا، عجبهم عجبهم، ما عجبهم اهلا وسهلا، المطار لاصق في الفندق، ناخذ اغراضنا ونسافر. وانت قلتي طيب خليهم يجون، انا شي يهمني، انا ما يهموني طالما انا على حق. بعد انت تعال تعال عشان نتفاهم وياهم، ترى الكل ما راضي على هذا الوضع البر. طبعا وكل من يسمعك وانا اولهم. يعني انت متفق معاي عشان ندور على حل؟ شلون بعد؟ طبعا اكيد متفق وياك، اذا انا وانت ما اتفقنا على حل عيل من يتفق؟ سيد ايش في؟ كيف تكلم بالتلفون وانا قدامك ما تشوفني؟ ها نسيت نفسي، اندمجت الموضوع ونسيت روحي. لا وانت الصادق اندمجت في شخصية اللي عسروك وقيدوك فيها. ايش نقول ايش نسوي، مع ان انا امكانياتي اكبر من كذي بوايد. لا لا معروف طبعا معلوم، لكن تقول لمن يعني؟ حمدان حمدان تعال 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 شوف 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 ايش هناك. مشوا وراحوا. زين اذا ياو ليش راحوا؟ لانهم جايين يطمنون ان في المساله ريحه تمرد، عارفين شامين ريحه. صح هذا هو الصح، خاصة البنات وبالذات آلاؤه يقولون لها شروط. تعرف ليش راحوا؟ أنهم ما قدروا يواجهونا الحين، راح يعدوا أقلامهم ويجهزوا نفسهم للمواجهة. إيه زين احنا بعد عيل لازم نستعد ونواجههم. طبعا نحن ما أقل منهم. اسمع انت يا بنات أنا توني جاي من عند المؤلفين. اي طمنينا شو صار معك، اتفقتوا على شيء؟ حبيبتي هم مصرين على رايهم، راكبين رؤوسهم وما يبون يغيرون اي شيء. ترى خلاص بنات انا مليت، يعني ابي امثل دور اكون في شيء سيد صاحبه يعني ممتلكات وشركات وليموزين رايح يوصلني وليموزين جاي يشيلني، مليت من هالشخصيه اللي معطيني اياها يا اهل وكل يوم اتمشى مع هذه الضفدع. وانا حبيبتي ابى على عشبتي، أنا الله يسلمك أبي أمارس مهنة الطب. نعم يا حبيبتي شنو تبي تمارسين؟ الطب. بس يا المخ أنتي في المسلسل تخصصك أدب. كيف يا حبيبتي؟ على مزاجي أبي أغير شخصيتي. ألا حبيبتي أنتي عاد لا تطلبين المطاع، يا أخي اطلبوا المستطاع، وبعدين يعني فكري بالعقل شوي. نعم 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 حبي. لا حبيبتي يعني علي وايد وعلى شنتي لا. حبيبتي أنا لما طلبت التغيير قلت بدل ما أكون مذيعة في الإذاعة أروح أسوي مديرة المحطة نفسها، مو أروح أنقل تخصصي من أدب لطب وأسوي دكتورة بالعقل يعني. هو علينا شو صار لكم؟ ما عاد لسانكم فات لحلقكم، العم بيقلبكم إذا صحيح لسه. لك شو نسيتوا نحن ليش عم نطالب بالتغيير؟ نحن عم نحاول نحسن من أسلوب الكتابة يا بنات، مو كل واحدة والله بدها تبرز لي بقصة معينة.
والله عاد انا كيفي، ابي اغير شخصيتي، ابي اصير دكتوره، ومو اي دكتوره بعد، ابي اصير دكتوره مشهوره، واسافر من ديره لديره في كل حلقه ديره، وعلى فكره ولو يدرون عني بعد هوليوود كان احنا انا ويا شاروخان. لا انت راسك بقى كبران وصاير قد الطبل، ديري بالك لا يقوم يوقع على الارض، تضربوا انتوا اللي بيقلكن على اقتراحات، روحي اعملي اللي بدك اياه. أنا هاي شرطي، وبعدين لا تنسين حبيبتي أنا اسمي وايد كبير، روحي سألي عني في الخليج، وإذا ما تعرفيني في الخليج حبيبتي سوي سيرش في النت، إي نعم، عبشان قليلة. يا عمري أنتِ، خلص وحياة عيني، راح أحكي لك مع منتج يعمل لك مسلسل هوليوودي لإلك أنتِ، بطولة مطلقة. الله يعين المنتج شو بده يتحمل ليتحمل. بس أنا أبغي أعرف شيء، إيش دخل هوليوود في شارخان؟ والله يا اخوي يا سعيد انا قلبي قارصني ومو مطمن. ما مطمن من اي ناحية؟ من ناحية الممثلين، يعني احنا ليش نطلب تواجدهم ويانا؟ ها؟ ليش مو احنا اللي نقرر ونفرض قراراتنا على الجميع؟ لا 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 يا سعيد انا ما معك، المفروض ان احنا نسمع رأي الجميع وبناء عليه نقرر. طيب تقدر تقول لي احنا شو اللي ناقصنا؟ شو اللي ناقصنا حق نسوي هالاجتماع وهالربشه هذه كلها وروح وتعال وقراءه وبروفات يعني انا ما ادري ليش كل الامور لصالحنا، وبعدين الكتاب ما قصروا انصفونا. انا مستغرب انك بصراحه يا سيدي انك تفكر بهذه الطريقه وبهذه الانانيه، ايش توالف؟ اخوي الانانيه في الفن مطلوبه، وبصراحة أنا أحب ألعب بروحي واستانس وانبسط وفي النهاية أكسب. لا 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 أنت بصراحة خليتني أغير رأيي فيك ووجهة نظري مرة واحدة عليك. لا يا سيدي لا لا، أنت لازم تكون قدوة، ما تكون بهذه الأنانية وبهالطمع هذا. إحنا يا سعيد إحنا أصحاب الخبرة والباء الطويل، لازم عيننا نوقف مع الشباب ونساعدهم ندعمهم يعني وندفرهم إلى الأمام. لا يا سعيد لا 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 لا، كلامك هذا لا يقدم ولا يؤخر. شوفي حبيبتي إحنا تقريبا شبه متفقين على كل المواضيع، بس بيتمنى موضوع آلاء. والله يا حبيبتي بالنسبة لآلاء أنا متأكدة إنه صعب كتير يوافقوا، لأنه بدهم يصفوا الأحداث من أول وجديد. زين إحنا كيف نقدر نفهم آلاء؟ وبعدين هي مصممة وأهما مصممين. تعرفي سمعت إنه باقي الشخصيات قايمة قيامتهم عليهم. أدري حبيبتي الكل، فعشان كذي أنا بديت أتعاطف معهم، بلحقون على منو ولا منو ولا منو. لا 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 حبيبتي لا تتعاطفي ولا شيء، يلي من إيده الله يزيده، أصلاً هن المسؤولين. بالنسبة لإلي أنا بهمني آلاء تضل معنا من أول الأحداث لآخرة، بلا ما يجيبوا لنا وحدة تانية. إيه معك حق. اسمعني جمال، اجتماع اليوم أنا ما بحضره. إيه وليد إحنا بقى هذا الاجتماع. يا أخي ليش وعلشان إيش؟ عشان نكرس سيطرة النجوم علينا؟ لا عشان طالب بحقوقنا. اي حقوق انت بعد؟ انت مجنون فيك عقلك؟ صدق هذول النجوم بيتبنون قضيتنا؟ وليش لا؟ انت تحلم. انت خلنا نحضر الاجتماع وخلى صوتنا يوصل. اي صوت انت بعد؟ نحن صرخنا كثير بح صوتنا، لكن ايش تقول؟ اذن من طين والثانيه من عجين. شوف يا وليد ما يضيع حق ورام طالب، وانا وانت واللي مثلنا اصحاب حق. انا ما يهمني حبيبتي اذا ببدلوني والله لا، انا اهم شيء عندي اسوي اللي براسي. لك يا آلاء يا عمري يا قلبي يا حبيبتي، مو على كيفك القصة، هدول شخصيات المسلسل مفكرين فيهم من زمان وراسمين لهم معالمهم وتكوينهم وإسقاطاتهم وبطيخ مبسمر، ما بصير بجرة قلم الواحد يغير كل شيء، مو صح؟ والله عاد أنا هاي شرطي. يبعت لك حمى من حالك، والله بحياتي ما كان يخطر لي إنك وحدة عنيدة كل هالقد وراسك يابس. والله عاد حبيبتي أطالب بحقي. حقي حقك إن شاء الله، حقك على عيننا وعلى راسنا، بس كل شيء بالمنطق. شوفي حبيبتي إذا مو براضين يخلوني أصير دكتورة في الطب يسووني دكتورة في الأدب، لأن لا عاد شابني من الطالبة في الجامعة، وبعدين أنا في السري ما راح أتنازل عنه وخلاص، لا عاد شابدنا نبي نغير شوي. وبعدين حبيبتي المنتجين أحلى لازم يعرفون إنه خلاص التغيير وايد أحلى حق المسلسل، حق التسويق بعد زين، يعني المفروض يسافرونا يودونا فرنسا النمسا، مو بكل هني لا عاد شابدنا وإحنا قاعدين، حتى صلالة ما ودونا. هي بس 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 حاجتك حاجتك مشان الله. خلص اختي بنحكي مع المنتج وبنتمنى انه يوافق. خليك بهذا الكلام، هذا راميش وصل وشنكر صاحبه، خلينا نشوف رايهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وانت ليش عايش الدور؟ تكلم مثلنا.
هذا نفر كاتب هو كبر هذا نمونا كلام. عندك هذا هو قيل الشباب قيل مسير ولا هو مخير. يا وليد صلى على النبي انت وش فيك؟ روق شوية هدي يا رجل. اي روق انت بعد؟ انت مش سامع كلامه؟ هذولا مقصورة عقولهم، هذولا افكارهم خلاص ما حد شلوها، صاير يردد مثل ببغاء وبس. انت ليش يا زلمة شوي شوي كلام؟ اوهو قمر الشيمة واللي يرحم والديك سكته. رايح ليش هذا في زلان؟ ما اعرف اراضيك انت ولا راضي وليد. وليد اري ما في مشكل، هذا نفر غيران غيران يريد يصير السمسم هندي هندي. خليرو خليرو يلا يمشي منك داخل داخل. اري مو في هذا نفر باقي مشكل، سمسم مخرج سمسم تمثيل سمسم هندي 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 باقي مشكل. فين شكر انت؟ شكر سمسم هندي. انا سمسم هندي؟ لكن انت سمسم ما في سمسم هندي. انت سمسم هذا مسانه فلبيني، مسانه باكستاني، نفر مسانه هذا بلديه سمسم. انت حبيبي ها. انا شكل في زياده شغل، انا ترتيب مال فيلم هندي فيلم مشان انجليزي مشان عربي مشان سينمائي مشان انجليزي. ارى طب انجليزي الله باغض بوط مشكل طمبا. انا مو انجليزي، انا مو انجليزي طمبا. ارى رور مشكل شنكر ها. ما في مهم شكل ها، مهم شغل شغل. تعال 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 مو اصبر، بغيت اسالك تو هذول حال مطالبين لا يكون عندهم مشاهد اضافيه. ماشي لا إضافية ولا عندك خبر، كافي اللي صورنا يا أخي. يا وليد لا تنسى إن في مشاهد هم شطبوها. يا أخي شطبوا اللي يريدوا يشطبوه، أنا ما ملزوم لا للإضافات. وإذا كان في جزء ثاني؟ ثاني ثالث رابع أنا ما ملزوم صراحة أكمل عندهم، خلاص كفاية. أنت ظاهر إن الشخصية أثرت عليك. تعرف هي بصراحة شخصية المخرج كانت شخصية واجد حلوة يا أخي، كذا شخصية لذيذة وكلها شاط ونعش. ضحايا ضحايا لدرجة انك انت بدأت تهلوس هلوس هلوس هلوس. شفت كيف؟ اقول جاهز المشهد اللي بعده. طيب هو في كبير حاكم نازل. هلا شباب. راميش انا في حد اتصل علي، ايش السالفة؟ في حلقات زيادة ولا ايش السالفة؟ فتيتات انا ما في معلوم شيء، مو معلوم دوكم جاي الاجتماع وما عارف ايش السالفة. اقولك بدر انت ما عندك اخبار؟ ما حد خبرك ايش سالفة هذا الاجتماع؟ ليش مجتمعين؟ حبتين يمكن في جزء ثاني حماس. السلام عليكم شباب. عليكم السلام استاذ. هاي شباب وين الاجتماع؟ الاجتماع داخل. كلهم موجودين؟ ايه اعتقد ان كلهم موجودين هنا داخل. ليش واقفين؟ فزلوا 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 فزلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ هلا 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 حياك. ها خير ان شاء الله، ايش صاير؟ والله يقولوا في اجتماع ضروري ومهم علشان نناقش اوضاع الممثلين هاليوم. حلو، انا عندي مطالب كثيره. بس انت اللي عندك مطالب، ابوي كلنا على بعضنا عندنا مطالب. اي وجهات نظر وانتقادات. يلا وجهات نظر انتقادات، اللي في منش حم ان نطلع بفايده من هالاجتماع. يلا يلا تفضل. يلا خلونا خلونا فزلوا 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 فزلوا. بهذه حالة طلعينا في الشموس. يلا هوي هوي وتعالوا. خالتي زوينة مرحبا. وين مبارك؟ الحمد لله بخير. كيف حالك انتي؟ بخير بخير والله. تو هايش معهم حشرونا؟ ما امس بخلصين احنا التصوير. حالي حالك والله، ما عندي خبر. اتصلوا فيني. يلا تعالي بسرعة. اي صوب وين انت بعد متدهدر داير راسك؟ ما لومك من الشموس، لكن تعال خبرني جمال واخبارها حرمتك. طلقتها ومنها فايدة. يا ربي ما استديتوا انتوا مرة. طلق على لسانكم الله يهديكم. زين صح اتذكرت احنا ليش جايين هني. خلينا سعيد وحمدان طالبين. يبون لنا سعيد وحمدان. ايوه يلا خلينا نصير نشوفهم. حشرين مع الناس عيد. فين؟ تعال هلا. لا 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 وين عبد الله؟ ابوي خلاص من المغادي ما ينصور هالكتاب ظلمونه. لا وبعد المصور كلماني دربوا فريم درب عايز من هالدربات دي. كلامك اللي معترض
دائما علامك علامة المصور مساكين ما في شيء، يعني كل عمل لي سلبيات وإيجابيات، شوي وسعوا صدركم. وبعدين على طار الكتاب ما قصروا، عطوا كل فنان حقه في هذا العمل، وقال كل من قال إيه نعم. وبعدين المخرج ما يقدر يطول في السالفة ويطلع عن التيم والوقت إيه نعم، لأن إذا ما التزم بالوقت مرة ياسيلة هناك يسمونه الرقابة في المقص، لا والله بالمنشار مرة يقري كما قريان الوادي. والسيوح والسيوح، ايش من منشار وايش من قصطات، انا مالي علاقة، انا همي واحد، ليش تلتقي ادوارنا بعد ما اتفقنا عليها؟ ايه وليد، ايه جماعة، ابوي الحق على المخرج يخلي النجوم يزيد حوارات على كيفهم وعلى حسابنا، يلقطونا لقاط. ها هذا مشكل، وقف في نفر في شغل جديد في قص نابي، حتى الرامش ما اعترض. صدقنا يوم قال أرى رؤوسا أينعت وحان قطافها. وأبوك مستعنت. إيه لا أستاذ، نحن ما قصدنا، أنت شكلنا قصدنا بشكل عام. بس يا جماعة الخير، إحنا كمبتدئين أهم شيء عندنا حقوقنا. وأبوي وحلينا نحن المبتدئين، أبوي نلقاها من وين ولا من وين؟ من الجمهور اللي ما راح منا يوم شطشططينا وقلنا بنمثل، قالوا إذا أنا مسرحي وهذول مبتدئين ولا المخرجين معطينا ويه ولا الكتاب فيهم بارض حالنا، خليها على الله. بس بعد ما كذي لما يعطونا نص نوصل لوكيشن يعطونا نص ثاني، ليش؟ وإذا تكلمنا وناقشنا يقولوا المخرج عاوز كده. طبعا المخرج وبس والباقي خس. لا 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 عيوني، ما في أحد خس، كلنا نجوم وكلنا بس. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، هدوا هدوا، خلونا نسمع بعض. لو سمحتوا لو سمحتوا، انا ما عندي وقت، والظاهر انكم ما راح تتفقوا. هاي 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 هاي، واي 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 واي، اذا انتم بينكم وبين بعض كذي مختلفين وعافسين الدنيا، شلون تبون الاخرين ينصفونكم ويلبون مطالبكم؟ صحيح كلام سعيد، نعم صحيح، انتم يا الممثلين الموجودين هنا وغير موجودين كلكم ما متفقين، ما علي من كلامكم هذا، لازم يا جماعة نوحد موقفنا عشان نوصل لاتفاق ونتفق كلنا مع بعض. والمثل يقول من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. وصلوا، تعالوا اتفقوا، مالكم؟ أبوي شفيك متضايجة. والله بس تسمعوا لي رحلكم يا، مو بس رح تتضايقوا ورح تموتوا من القهر. تعرفوا إن المنتج ما وافق على طلب آلاء؟ ومو بس هيك، قعد عمل لي محاضرة طويلة عريضة إنه كيف تجي الممثلة بعد ما أنا مشتغلة تقعد تتشرط وبتقول اللي بدها واللي ما بدها، ما بيصير هيك، وبده يستبدلها لآلاء، وفوق رح يجيب لكم وحدة أمريكية تجي تقعد معك. لا حبيبتي أمريكية؟ لا، خليه يجيب لنا وحدة فرنسية، على الأقل أنا بقدر إني آخذ وأعطي معاها بما إني أنا عارفة أتكلم فرنسي. بونجور. من أمتى والشمس ترقعنا يا نص دكة؟ هلأ صرتي تعرفي تحكي فرنسي؟ العربي يلا عم بيطلع من حلقك. حبيبتي ما عليك، المؤلفين حتى هم مش بيسوون بيعلمون شلون أتكلم فرنسي وبيطرشوني دورات بعد. ايه حبيبتي ما حد فاضيلك انتي الحينة، وإحنا الحين لازم نعرف شلون نحل مشكلة آلاء ويا المنتج. كنا بالمؤلفين صرنا بالمنتج، حلوة إذا بتحلوها. خلص بنات تركوني على طولان، بلكي بحاول إقنعها. ايه انزين، لو ما اقتنعت طولان الفرنسية هذه ما أدري الأمريكية اللي بيجيبها خليه يجيبها، على الأقل نسوي أحداث كذي يعني حبتين في المسلسل. رح تسكتي وتضبي لسانك بحقلك ولا أم معسك معتها؟ بس في المسلسل قامعين وبراد المسلسل قامعين، خلوني بعالي. اعتذري إذا مو عاجبك. بس انتو ثنتين أوف. هذا مكتب الكتاب والمؤلفين، نقطة نظام لو سمحتوا. اما يعني نقطة نظام مالكم؟ بس انت بس صدع انت دائما ملاوي بوزك، عشان نسمع بعضنا يا جماعة، علامكم الله يهديكم. معاك بس يا حمدان وينهم؟ فيه مو موجودين يا جماعة، ما يستوي كذي، علاقكم كذاك مرتبشين كذا، بنعطل التصوير بنعطل المسلسل بنضيع على الريال بنخسر المنتج، هو مساكين ما مقصر واقف معنا من الألف للياء. وأنا عيد هالفكرة، الحين كل واحد يروح بيته وباكر الساعة 10 الصبح نكون في موقع التصوير. أنا أحتج، أنا أعترض، بكرة ما في تصوير. يا الحبيب باكر اصلا ما عندك اوردر، ما عندك تصوير، لا تفشل عمرك. عشوة. شوف انا ما قصدي انا بس، انا قصدي المجموعه كلها بكره اضراب ما نجي نصور. وبعدين انت معك يا ولي، ايش العصبيه هاي اللي فيك؟ قلنا لك صوتك بيوصل،
واكيد المؤلفين رايحين يهتموا فيك. ايش تبغى بعد؟ انا بك انت لا بك نار، ايش فيك؟ ما عاد منك شيء البر. والله ضحكني وانا مالي ضحك. قال يهتموا يا حبيبي، اي يهتموا؟ هذول ضاربين طاف، لا اهتموا ولا راح يهتموا. يا عم حمدان والله الكتاب ظالمينا ها ها ها، أشوف كل واحد يرضى وصاب قرصه. خلصونا. عم سعيد انت ليش معصب؟ احنا بنفكر بصوت عالي وبنفكر بصوت عالي وبنفكر بصوت عالي، بس للاسف صوتنا ما واصل للمسؤولين. لا اله الا الله محمد رسول الله، تو علامكم انتوا كذاك متواكلين، علامكم ماكلين شوبكم، يلا يهديكم. حمدان وسعيد وانا متعاطفين معاكم ومع موقفكم، بس المسائل يا شباب ما تنحل بهذه الطريقه، يبي لها تفكير، يبي لها تدبير، يبي لها كل شيء. انتوا شوفوا ان احنا قدوه لكم، لازم تتحملوا البدايات مثل ما تحملناها احنا. انتوا ماكلين شوبكم لي؟ اسمعوا يعني الشباب مال قبل، احنا شباب قبل بعد. ايه عمتي زوينه، اي شباب قبل واي تفكير واي ما، المسلسل خلص وتقولين عقل وشوبك ني؟ بس في جزء ثاني يا جماعة، علامكم انتوا الله يهديكم، وإن شاء الله في الجزء الثاني نحن من تدارك كل هاي الأخطاء. صدقوني والله، والله صدقوني هاي كلها بتروح، بندرسها دراسة مرة ما يحتاج متفيقة. بس يا عمي حمدان ويا جماعة لازم يشوفون لحل. بعدين هو إداري فكرة، فكرة موجود زيادة، بس لازم يسمعونا. صح، لازم يسمعونا. ما انت المعترض البطل رامش خان، يسمعوك بيسمعوك. وابوي كني غيبت تو نحن بسألكم، ايش مجايبنا هني؟ ليش يعني في ذا المكان؟ هني مركز التأليف، هني كتبوا المسلسل، وهني رسموا شخصياتنا. اها هني هالمكان، والحين بيون الكتاب والمؤلفين وبنهجم عليهم وبنتفاهم وياهم. شي من حقك تتفاهم، ما مثلنا انت، انت ما مثلنا متبهدل وتعبان، لازم تقول تتفاهم. انا محروق قلبي علشانكم، علشانكم انتو، ولا انا شهمني اروح لسويت هناك في الفندق واقعد وارتاح، وان شاء الله عمر المسلسل ما يكتوي. هدي يا سعيد يا اخوي هدي، لا تعصب. ليش تحرق اعصابك؟ اصلا الموضوع ما يستاهل، علامكم انتو بتحرقون اعصاب انتو. الرجال احبه برد يطيح علينا، بس عاد نسكم من ملاش لايق. يا اخي هذا ما ادري ايش فيه وليد، اسلوبه عدائي. ما يخالف يا اخوي سعيد، شوي شوي عليهم، تراهم مساكين يعني محروقين ويبغوا يعني يشتغلوا ويبغوا يوصلوا بسرعه. تعيدوا شويه مالكم انتوا، الله يهديكم، بعدين تفاهمنا على هذا الموضوع. احنا ما قصدي شيء، انا والله ما قصدي شيء، بس تعبنا تعبنا، هاملين انتوا. خلاص اقتنعتي راضيه الحين؟ ايه حبيبتي، ولو اني يعني ما كنت ابي اشارك في هالعمل، بس يلا تكملت عدد معاكم. تكملت عدد، اول وحده واصله مسقط واخر وحده بتسافر. اي تكملت عدد؟ اسمعي حبيبتي ما تهنون علي وهدكم، وبعدين من وين تطلعون فيات بدوني؟ يا حياتي انتي، الله يخلي لنا اياك يا ام عائل كبير. الحمد لله بنات، الحمد لله انحلت المشكله. الحمد لله. لا حبيبتي رولا، ما انحلت المشكله، احنا لحن عندنا المشكله هذه مع الكتاب، وبعدين احنا لازم موقفنا يكون موحد. انا برايي نعطي النصوص للمخرج بيعدلها بالطريقه اللي بتناسبه وبيعطينا اياها، هيك هذا احسن حل. نحفظ على الهواء ونشوف. خلاص يا جماعه، في نهايه هالنقاش نبي نوصل لحل. رسولنا على بر، ما يستوي هالمياده لا يطول الوقت. ها خلصونا. انا من رايي ان نفض هذا الاجتماع، خلاص ما منه فايده، ونرضب الاحداث القادمه من خلال احداث المسلسل. مو الراي يعني يبقى الوضع على ما هو عليه. ايه على ما هو عليه، اصلك ما مثلنا انت، هذول عاب المساكين وانا معهم، من يطالب بحقوقنا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم انت الوحيد اللي توحش الفؤاد، علامك ذاك دومك اللي مشطط. ان شاء الله بتاخذوا حقوقكم، كلكم تاخذوا حقوقكم، ولو جري جروي وحوش غير رزقك ما بتحوش. صبروا شويه، اللي يدخل هذا المجال لازم يتحمل، طريق الفن ما هو بسهل، والله ما بسهل. سالوني يعني، احنا اللي حفرنا البدايات، احنا اللي ذبحنا نفسنا، احنا اللي تحملنا رفض المجتمع لنا ورفض اهالينا واسرتنا. الكل من صوب يضربنا من صوب، يقدمنا خطوه يجدنا خطوه. صبرنا وتحملنا يعني، والحمد لله رب العالمين وصلنا، ونقول الحمد لله شاكرين وحامدين وصلنا. ان شاء الله في يوم من الايام بيطلع نجيبكم، بتوصلوا عربيا وخليجيا ان شاء الله، بس شويه صبر، لا تستعينوا. انا شايف يا جماعه ان نقاشنا امتد واتسع واصبح اكبر من موضوعنا الاساسي.
هذا النص الحين بريدين بامكاننا نعمل له معالجه نشوف ايش اللي يناسبنا واللي ما يناسبنا ترى احنا المسؤولين عنه والقائمين عليه صحيح صحيح كلامك واحنا تحول نقاشنا لقضيه جيل الشباب من الممثلين واللي يرعاهم بس هذا الموضوع يا اخوي يا سعيد ما بسيط في هم وقضيه همنا احنا وقضيتنا احنا لازم مسؤولي الاعلام يوقفوا مع هذا الموضوع اي نعم بس يلا خليه على الله الحين اهم شيء الان بيننا النص لازم نهتم في النص ونطور في الفكره نطور فيه ما دام احنا قاعدين مخمخ عليه الحين بس يا عمتي زوينه الشيء ما طلبناش انت واجهتنا كلمي الكتاب لا ينسونا مثل كل مره يا ولدي انسى موضوع الكتاب الحين احنا اللي نصنع الاحداث وخلاص اللعبة وكشفناها وعرفناها سيناريو على اليمين وحوار على اليسار وينكتب الدور المسألة ما بهالسهولة أتحب الله عليكم كيف تطالبون باحترام مهنتكم وبالنظر إلى أوضاعكم وأنتم تستهينون بقدرات غيركم كيف يا سعيد لا أقول أنا أقصد أن احنا خلاص عرفنا خطوطنا ومسارها شو اللي صار؟ ليش سكتنا عن الكلام مرة واحدة؟ ها؟ أنا أقول لك أنا بقول لك يا سعيد إنهم صاروا يتحكمون فينا ويسمعوا كل كلمة نقولها طبعاً لأن هم اللي كتبوا كل شيء إحنا نقوله إحنا ما نزود ولا شيء وهم كنا نظن إن طلعنا من سيطرتهم الشكل بعده نازالوا هم اللي يحطونا على الورق يعني كذي ما في فايدة أهم يسوون اللي في رؤوسهم بس أعتقد الحين بدأ يتفهمون مطالبنا وبدليل كتابة هذه الحلقة ويا ليت بس يعطونا شوية أمل عشان خاطر هالشباب الشباب قضيتهم هني ما مع الكاتب هني القضية هني إيه بس الكتاب قادرين يطورون ويكثرون من حضوركم أنتوا يا الشباب في المسلسل صح ولا لا؟ يا جماعة شوفوهم موجودين بيننا ترى وراهم 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 شباب شباب تعال استاذ تعال تعال يا استاذ تعال شباب تعال 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 تتوهمون لا يمكن يكونوا موجودين بينكم علامكم اي نعم انتم تتصورون انهم موجودين لانهم كاتبين اللي انتم تسوونه اسمع قول اللي ياس يصير لا انا ما صدق انا عيب هم اللي يحركونا وخلونا ننطق يا جماعه الخير يا جماعه الخير هم مطلعين على كل شيء ويسمعون كل كلمه نقولها لان من تعليفهم من تعليفهم صحيح صحيح يعني لا مفر لا مناص